السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم على قناه كويزين فاميلي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم مملحات، نتمنى ان شاء الله يعجبكم ونبداو على بركه الله. هنا عندنا تقريبا 600 غرام ديال الدقيق الابيض، يعني ولا ممكن انكم تخلطوا يعني الدقيق الابيض مع الدقيق الكامل. غنحتاج ان شاء الله بيضه واحده، وهنا شويه ديال الخميره، تقريبا هنا شي معلقه صغيره ديال الخميره، ماشي بزاف. وغدا نحتاج ياغورت، شويه ديال البيكربونات، هذه غير باش كنستعملها كمحسن لهاد العجينه. وهاد العجينه هادي كنزيد فيها زيت الزيتون، والزبده غنضيفها دابا. ملي كنبغيو العجينه ديالنا تجي بحال يعني بريوشي، يعني مفشفشه كيف ما كيقولوا، كنخليو دائما الزبده والزيت حتى الاخر، حتى كنجمعوا العجينه عاد كنضيفوهم. انا بغيتها بين وبين، داكشي علاش كنضيف كلشي دابا. صافي غدا نعجن دابا هاد، غنجمع هاد العجينه كامله بالماء دافي باش هاد العجينه هادي كتوجد بسرعه، وكنخدموها يعني غير كتوجد كتصبح واجده، يعني كتعجن عفوا كتصبح واجده. انا غدا نعجنها ونغطيها وندوزو باش نحضروا الحشوات ان شاء الله. بسم الله على بركه الله، نبداو دابا الحشوه الاولى. الحشوه الاولى هنايا حكيت مطيشه، كتستعملوا الحشوه على حسب الكميه ديال العجينه اللي غتستعملوا. انا غنطيب بزاف ديال المطيشه لانني غدا نحتفظ بالحشوه، ممكن نوضعوها في الكونجيلاتور ولا نوضعوها حتى في الثلاجه، يعني تبقى يومين ولا 3 ايام. هنا عندي مطيشه كيف ما قلت لكم حكيتها، وزولت ليها زولت ليها القشره، ممكن طحنوها كذلك. غنضيف ليها دابا شويه ديال الملحه، شويه ديال الفلفل الاسود، وغنضيف لها دابا عويدات ديال القرفه، غنضيف لها هاد البديان، صافي. وغدا نخليها حتى غتنشف تماما ونعاودو نطلقو ان شاء الله. بسم الله على بركه الله، صافي ها هي دابا مطيشه نشفات ليا كما كتلاحظوا معايا، نشفات تماما. دابا غنضيف ليها، دابا غنعسلها، معلقه ديال العسل، والعسل تقدروا تضيفوه على حسب الذوق ديالكم، يعني ممكن تضيفوه حتى اكثر، داكشي باش كنسميوها مطيشه معسله. وغدا نضيف دابا زيت ارغان اللي تقدروا تعوضوه بالزبده. صافي وغادي نخليها تعسل مزيان. ندوزو دابا الكفته اللي غنديروا مع هاد المطيشه المعسله. هنا كنسخنوا المقله، كنضيفوا ليها واحد كميه ديال البصله، تقريبا هنا كاينين شي زوج بصلات مقطعين، غنضيف ليهم شويه ديال زيت الزيتون، غنشحر هاد البصيله، غنشحرها مزيان حتى تطيب. من بعد ما تشحرات ليا مزيان البصله كيف ما كتشوفوا معايا، غنضيف ليها هنا تقريبا 200 غرام ديال الكفته، هاجتي غير بشويه. من بعد ما شحرت ليا الكفته غنضيف ليها دابا مليحه شويه ديال الملح، شويه ديال الزنجبير، يعني الزنجبيل، شويه ديال الخرقوم البلدي، شويه ديال التحميره شويه ماشي بزاف، وشويه ديال الفلفل الاسود ولا الفلفل الابيض حتى هو نقدروا نستعملوه
وهنا غادي نضيف معلقه ونص ديال القزبر والمعدنوس. صافي دابا غنطفي عليها باش تبقى لي النكهه ديال التوابل باش تبقى المذاق ديالها، لان الا شحرناها بزاف كيمشي منها المذاق. صافي وهذه الحشوه كتصبح واجده. غندوزو دابا باش نوجدو الحشوه الثانيه. الحشوه الثانيه غادي نحتاجو غنديرو طاجين، حتى الاولى راه بحال الطاجين اللحم ومطيشه معسله. هذا غادي نستوحيو هاد الحشوه من الطاجين ديال البرقوق واللحم. اول حاجه غادي ناخذ هنا البصله مشلضه، بسم الله خليوها تشحر. ضفنا زيت الزيتون، البصله غنخليوها تشحر، ومن بعد غادا اول حاجه بعدا غادا نطحن هادو، نوريكم التوابل اللي غادا نستعمل. هنا عندي تقريبا معلقه كبيره ديال اللوز غنطحن فيها. هنا عندي بسبسه، شويه ديال الفلفل الابيض، وعندي نويوره والملحه والزعفران. هادشي كله غادا نطحنو ونعودو نتلاقاو ان شاء الله بما نيت تشحرت ليا البصيله. من بعد ما تشحرت ليا البصيله غنضيف ليها هنايا البرقوق اللي كتقطعوه عشوائيا، يعني قطعوه غير طريفات صغارين. نضيفو دابا باش يلا يتطلق شويه، غنخليه يتطلق واحد شويه، نخليه شي 10 دقائق هكاك. بعدا باش ان شاء الله غادي نضيف الكفته. بسم الله. من بعد ما داز 10 دقائق تقريبا صافي كيطيب لينا هذا البرقوق، لانه مقطع اطراف صغار وكان مرقد من قبل واحد شويه، كترقدو غير شي نص ساعه هكذاك في الماء ولا في ماء الزهر. هنا غنضيف عندي هنا 300 غرام ديال الكفته، غنفتتها مزيان. وعاد باش غنضيف ان شاء الله التوابل. من بعد ما تشحرت ليا الكفته ما كتشوفو معايا، دابا غنضيف ليها التوابل. التوابل اللي غادي نضيف من غير اللي طحنت، غنضيف غير شي شويه ماشي بزاف من هاد الكركم، هاد الخرقوم البلدي راه كيمرر الكترنات. شويه ديال القرفه، لان دائما خصنا ناخذ بعيننا الاعتبار الكميه ديال الكفته ولا الحشوه، لان الا كانت الحشوه قليله وضفنا بزاف ديال التوابل كتمشي مره الحشوه. هنا غنضيف غير شي شويه ديال الفلفل ديال الفلفله هذا باش كيكون هذاك التوازن في المذاق. وهنا غادي نضيف ما كتجيناش كاع حاره بالمره، ما كنحسوش بالحروريه. وهنا التوابل اللي طحنا، التوابل مع اللوز ريحتهم رائعه جدا، الريحه ديالهم غزاله. صافي ها هي دابا كتصبح الحشوه تقريبا واجده. الا بغيتو تقدروا تضيفوا شويه ديال سكنجبير، سيس ما ضفتوش غير شي شويه ماشي بزاف كيف ما العاده، باش ما كيف ما قلت لكم ما نكثروش التوابل. صافي من بعد ما ضفنا هذاك شويه ديال سكنجبير صافي كتصبح الحشوه واجده. الا بغينا نقدروا نضيفوا شويه ديال القزبر، سينو نخليوها غير هكذا، انا نخليها غير هكذا كتجي جديده بزاف. ممكن كذلك اضافه معلقه ديال العسل الا بغيتو لهاد الكميه هذه ديال البرقوق، كطلق لينا الحلاوه يعني كافيه باش كتجي لنا هاد الحشوه، كتجي مزيج ما بين المالح والحلو، كيجي بحال الطويجين ديال اللحم بالبرقوق، بحال خديتو درتو في خبيز وكيجي نفس المذاق. صافي دابا غنخلي الحشوه تبرد وغندوزو باش نحضروا الحشوه الثالثه. الحشوه الثالثه غادي ناخذ شويه ديال البصله. هنا عندي جوج ديال الريوسه ديال جوج ديال الدروس ديال الثومه البصيله اللي قطعنا، غنضيف ليها زيت الزيتون، غنخليها هادشي تشحر ونعود نتلاقاو ان شاء الله. من بعد ما تشحرت ليا البصيله كيف ما قلت لكم خاصها تشحر مزيان، غنضيف هنايا كميه ديال
ديال الفلافل. انا طيبت كميه كثيره، انا كنستعمل بزاف هاد الخضره هادي في رمضان. غنديرها في الثلاجه، كنضيف عليها غير زيت الزيتون وغنحطها في الثلاجه نبقى كل مره نذبذب منها. كنشويها في الفرن، كنشويها في الفرن وكنزول القشره وكنقطع طريفات وخاصنا نوضعوها. يلا ونجيب ثاني اليوم، باقي ما درتهاش. كنوضعوها في قنينه تكون محكمه في الاغلاق، وكنضيفوا على زيت الزيتون باش كتبقى لينا تبقى كل نهار ناخذ منها، تقدر تبقى حتى سيمانه حتى الاسبوع. وهنا كذلك الدنجال، انا كيعجبني بزاف الدنجال، حتى هو كنستعملو بزاف في رمضان. حتى هو يلا حطرت منه دابا كميه كبيره، غدا نوضعها نفس الشيء، غنوضعها في الثلاجه نضيف عليها شويه ديال زيت الزيتون، كيبقى هذا 3 ايام الدنجال. ولكن غير كتردوا البال الى يعني الا حليتوا عليه كتعاودوا تزيدوا زيت الزيتون من الفوق. صافي انا خديت كميه ثاني من الدنجال، غنخلي هذا الشيء يتشحر واحد شويه، ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله باش نضيفوا التوابل. وكنضيف لهاد الخليط هذا، كنضيف ليه هنايا فلفله حاره. هاد الفلفله حاره غنضيف فيها شي شويه، كتجي لذيذه بزاف مع هاد الحشوه هادي. صافي غنخلي هاد الشيء حتى يتشحر مزيان، وعاد نتلاقاو ان شاء الله باش نضيفوا التوابل. من بعد ما تشحرات مزيان هاد الخضار هادي، غنضيف ليها شويه ديال الفلفل الاسود، الكمون اللي غنضيفو غير حبوب، شويه ديال الملحه، ماشي شويه ماشي بزاف، لان الدنجال مطيبه بواحد شويه ديال الملحه، وشويه ديال السكنجبير، شويه ديال الكركم اللي هو الخرقوم البلدي، وتحميره، التوابل العاديه. صافي كنشحر مزيان هاد الحشوه هادي، كتجي بحال الزعلوك. غنضيف ليه شي شويه ديال الحامض، ماشي بزاف، قطيرات بحال هكدا. صافي ها هي الحشوه ديالي وجبات. بسم الله على بركه الله. من بعد ما بردات ليا بردوا ليا الحشوات بثلاثه، دابا بسم الله غنبدا دابا نعمرهم. من بعد ما سرحت العجينه غنقطعها دوائر لهذا الشكل، نقطعها كامله. دابا غنعمرو الاولى غادي ناخذو قطاعه ونقطعوها غير هكذا شريطات وحيده، جوج نقدروا نديرو ثلاثه هكذا، وغندهنوها بهذيك مطيشه المعسله اللي حضرنا من قبل، كما اننا نقدروا نخلطوا يعني كل شيء في مره، يعني نخلطوا مطيشه المعسله مع الكفته اللي كنا وجدنا، الكفته اللي كنا وجدنا والمطيشه المعسله. مطيشه المعسله انا غنستعمل غير هذه الكميه، وما تبقى غدا نحتفظ به كيف ما كنت قلت لكم، يعني ما استعملتش هذيك الكميه كامله اللي حضرت قبيله. صافي هنا غناخذ غير شويه ديال الحشوه، كنوضعوا هكذا، وشويه ديال اللوز ماشي بزاف، غير شويه. وكيف ما قلت لكم الا بغيتو تسهلوا عليكم الامر تقدروا تخلطوا كل شيء في مره. صافي وغادي نسدها هكذا على شكل شوسو، نتمنى ان شاء الله يكون كيبان لكم هكذا. ومن بعد غنشد ليها هاد الودينات ديولها وغادي نلاقيهم بزوج، يجي المنظر هكذا. نعود معكم واحده اخرى.
كنقطعها هو الاول. هنا غنديروا ثلاثه ديال الشريطات. مطيشه معسله شويه ديال الكفته. كما اننا نقدروا نحضروهم كبارين، يعني لو بغينا نحضروهم كبارين ممكن. وشويه القليل من اللوز. صافي، وكنسدو عليهم هكذا، ومن بعد كناخذوا هاد الودينات هادو وكنلاقيوهم، وكيجي المنظر ديالها هكذا. دابا بالنسبه ديال هاد الحشوه هادي ديال الطاجين ديال البرقوق، هادي غادا نخدمها هكذا. غناخد هادي ساهله، هادي دغيا كتحضر. ناخد هاد الزوج هادو، جوج ديال القطعات ديال الدوائر، ونحاول نغلب هكذا. وغادي ناخد شويه من هاد الكفيته وحتى هو، غنضيف ليه شويه ديال اللوز باش كتجينا النكهه ديال اللوز. نقدروا نعوضوه بالقرقع، ولكن اللوز كي باللوز كتجي ألذ هاد الوصفه هادي. صافي، وغنتنيوه. كنتمنى يكون كلشي واضح. غنتنيوه هكذا كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نتنيوها هكذا وهكذا، كتجي على شكل وريضه. صافي، الا بغينا نقدروا ناخذوا شويه ديال البرقوق، طريف ديال البرقوق هكذا، ونوضعوه في الوسط. صافي، كتجي على هذا الشكل هذا. وغنستمر بنفس الطريقه، نعاود واحده اخرى. هنا بالنسبه باش نكمل معكم كل شيء، هنا بالنسبه للحشوه الثالثه، الحشوه الثالثه غادا ناخذ مول. غنخدمها انا على هاد الطريق بهاد الطريقه هادي. الحشوه اللي هي هادي غادا نضيف ليها، شفتوا هاد القدر هذا، غادا نضيف ليه زوج ديال البيضات، وغنضيف ليه كذلك هنا القزبر والمعدنوس، وغنفقس فيه. وغادا نضيف ليه كيف ما قلت لكم جوج بيضات، وغادا نجيب الخليط وغادا نحطو هنا. كيف ما كتشوفوا معايا، هي ضفت ليها زوج البيضات والقزبر والمعدنوس، وكنخلط. الا بغيتو تضيفوا الفرماج ممكن. صافي، وغادا نضيف هكذا الحشوه. كيف ما قلت لكم لو بغيتوا تضيفوا الفرماج ممكن، مي انا هاد الثلاثه ديال الحشوات بغيت نخليهم يعني بنكهات مغربيه 100%، ما بغيتش نضيف الفرماج. صافي، كيجيو على هذا الشكل. غنكمل العجينه اللي عندي كامله، وقبل ما ندخلوهم الفران كنكونوا مسخنينو كيف ما العاده، الدرجه ديال الحراره ديالو تكون 200، غير كيتحمروا صافي وكنزولوهم. نكمل كلشي ان شاء الله، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البلاطو ديالنا. نتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. بلاطو ديال المملحات بنكهات مغربيه، نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. كل قطعة كتفكرنا بنكهة مغربية معينة، بحال هاد الوريدات هادو كيفكرونا
طاجين بالبرقوق ديال اللحم بالبرقوق، وهاد لي تارتولات هادو كيفكرونا بالزعلوك ولا تكتوكه، وهاد هذا اللي بالعوينات هذا كيفكرنا حتى هو بالطاجين ديال اللحم بمطيشه معسله. غي حنا ما كثرناش بزاف السكر، ولكن نتوما ممكن يعني تضيفوا كميه السكر اللي كتعجبكم.